اهلا زميلي طارق السقراتي، واهلا بضيفيك الكريمين. اذا على بعد تقريبا اقل من ساعه من هنا ملعب البلدي لبرشيد على بدايه المباراه المهمه ديربي كره القدم المغربيه بين الرجاء والوداد او الوداد والرجاء، هنا في مباراه يمكن ان نقول عنها مباراه المتناقضات. اليوم فريق الرجاء يبحث عن الفوز من اجل البقاء في الصراع على اللقب، وبعين ايضا على المباراه التي ستلعب هناك بمدينه تطوان وتحديدا بملعب ثانية ترمل بين المتصدر فريق الجيش الملكي وفريق المغرب تطواني. أكيد على أن أيضا فريق الوداد اليوم بالرغم أنه ليس لديه ما يخسر، لكن نعرف قيمة المباراة، مباراة ديربي، يريد أن يهدي جماهير ومحبي انتصار في مباراة الديربي، ونعرف قيمة الانتصار في مثل هكذا مباريات الديربي. الرجاء اليوم من دون أي هزيمة على مستوى البطولة الاحترافية يسابق على بعد تقريبا آخر الأمتار من أجل الفوز في اللقب في صراع بينه وبين الجيش. بالمقابل الوداد أيضا كما قلت ليس لديه ما يخسر أمام فريق الرجاء، لكن نعرف قيمة المباراة، مباراة الذهاب عن البطولة الاحترافية كما تابعنا آنذاك التي أجريت بملعب البشير، انتهت بفوز فريق الرجاء بهدفين دون رد. في انتظار ماذا ستحمل هذه المباراة المهمة، وأيضا ماذا ستحمل مباراة مدينة تطوان بين الجيش الملكي والمغرب تطوان. أكيد على أن المباراة هنا والملعب البلدي لبرشيد تجرى المباراة كما يعرف الجميع من دون جماهير، لكن في ظل عدم حضور الجماهير الديربي كما نعرف يبقى بطابع خاص. كلا لاعبي الفريقين يبحثان عن الفوز من أجل إهداء النقاط الثلاث ومن أجل إهداء الفوز للجماهير الفريقين سواء فريق الرجاء أو الوداد. في انتظار كما قلت ماذا ستحمل هذه المباراة بين طياتها طارق، حتى نتعرف أيضا على تشكيلة الفريقين. المدرب جوزيف زيمباور مدرب الرجاء يدخل هذه المباراة بالأسماء التالية: في حراسة المرمى العميد أنس الزنيتي، بقية الأسماء عبد الله خفيفي، يوسف بالعامري، محمد زريدة، محمد المكعازي، يسري بوزوق، محمد بولكسوت، بوشعيب العراسي، صابر بوغرين، المهدي موهوب، أدم النفاتي. فيما مدرب فريق الوداد الرياضي عزيز بن عسكر يدخل هذه المباراة بالأسماء التالية: في حراسة المرمى يوسف المطيع، بقية الأسماء أمين أبو الفتح، يحيى جبران، إسماعيل الحداد، محمد الهوني، عبد الله حيمود، إسماعيل الغزاوي، جمال حركاز، زكريا الدراوي، أديو غانس، أيوب بوشتا. إذن هذه تشكيلة الفريقين طارق. في انتظار ماذا ستحمل هذه المباراة بين طياتها سواء خلال الجولة الأولى والثانية. عودة إليك زميلي طارق.